عطينا الراي ديالك في القضيه ديال الحاكم يخرج مرته في مواقع التواصل الاجتماعي ريان. هو ماشي هو اللي خرج مرته، هي اللي خرجت عريانة، هي اللي خرجت. ما عرفتش، اي واحد عنده الراي ديالو الخاص في هذا الشيء، ما ممكنش لك تدخل في الراس ديال الناس، ولكن في الاخر هي كتبقى مرته، فهمتي؟ الحريه ديالتهم والدار ديالهم، فهمتي؟ ماشي ما مهم، هما الناس مشهورين، ولكن حتى واحد ما غاديش تبغي نتايا مثلا انا ندخل لك في الدار ديالك، كيفاش كتحكم فيها، كيفاش كتحكم في حياتك، اختك، مرتك، ماماك، خرجت بالحجاب بلا حجاب، فهمتي؟ الواحد مهم، هما مسلمين ولا ماشي مسلمين، الله اعلم. انا ديروا اللي بغاو زعما بالنظريه ديالك انت، ماشي مهم. يديروا اللي بغاو، لحقاش انا اصلا ما غاديش نقدر نبدلهم، فهمتي؟ الا بغيتي تبدل هذاك راه تبدلني انا الاولى اللي خصني نشوف راسي، فهمتي؟ تبدلي راسك، امكانك انك تبدلي العالم. تبدا من راسك. تبدا من راسك بيان سور. اصلا كيف ما قلت لك، ماشي هو اللي خرج مرته عريانه، هي اللي خرجت عريانه. شنو نقول لك اخويا، ما بلانش هذا ديال اللي يبين مرته عريانه. ما سي حكيم، شنقول لك، هادشي اللي كدير فيه راه ماشي هو هذاك. غلط السلم، راه غلط. هو راجل اصلا خاصو يستر مرته، ماشي عريه. السلام عليكم متابعي قناه ايكل توفيق، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم واحد الدرجه كانت وقعت بزاف على حكيمي، خرج مرته وشبه انه مخل للحياه. اليوم غنسولوا المغاربه الراي ديالهم في هذه القضيه ديالهم، واش هما معاه ولا ضده، والراي ديالهم في اي حاجه دارها في ذاك اللحظه، في ذاك الفوطو اللي كانت حط. وبزاف ديال الدعم لكم والحب، وشكرا لكم. انا المهم بعدا ما شي ما متفقاش معاه. ما عجبكش شي؟ لا ما عجبنيش ديال عراه. لا شنو تقدروا تقولوا ليه من هذا المنبر؟ الله يهديه، الله يدينا في الضوء. يدينا في الضوء، ما بغيتش تمشي في الظلام. ما بغيتش تمشي في الظلام. عندك تمشي في الظلام. ما بقى ما يعجب. بقى ما يعجب. صافي. عريانه ولا نص عريانه؟ هذيك راه تقريبا عريانه. 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 ماشي راجل. ماشي راجل. ماشي راجل. شنو تقدر تقول؟ إن فوق كتمشي لوروب كتولي متأثر بالثقافة ديال لوروب. هو حتى هو مشى لوروب. عرف مبابي، عرف بزاف. جا بغا يطبقوا، وحنا الراي ديالي شخصيا. شخصيا حنا بغينا الراي ديالنا. حنا ما بغيناش هادشي في المغرب. حنا بغينا الاسلام يرجع. كلشي محجب، بنادم كتقدر تخرج في الفجر، تخرج مع جوج الليل، ما كاينش اللي يقيسك. ما كاينش اللي يقيسك. ما كاينش اللي يقيسك. انت بغيت شي يقيسوك ولا ما يقيسوكش؟ شنو دابا المشكل اللي كاين؟ المشكل هي انه تتخرج وحده عريانه. اييه. وتيجي واحد تيتحرش بها. زيد شنو المشكل؟ هو شي يقول لك انت لبستي هكاك، وهي كتقول له انت كتشوف غير في داك الشيء. مرته شنو تقولي ليها؟ حنا راه يعني دين، ماشي حنا راه حنا في الاسلام، ماشي في شي بلاصه لاوروبا ولا شي حاجه. بنادم الله يهديه ما خلقو صافي. ما الله يهديهم، الله يهديهم. ما تقدرش تمشي بحال هكا؟ لا لا ما نقدرش. انت لبسه ما ديريها؟ لا ما نقدرش. انت تقدري تلبسي بحال هكا؟ ساهله ما نقدرش. ما تقدريش. شكرا لكم، تشكركم بزاف. البنات شنو تقولوا للبنات اللي تيلبسوا بحال هكا؟ الله يهدينا كاملين. 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 خصك الهدايه. هو واخا خص هذا اللبس راه ماشي هو لبس الله راه. ايوا صافي. انت هي؟ بعدك ما تقولي السيمانه الجايه بحال هذو قيتها رجعوا لعندك ان شاء الله. ان شاء الله، ان شاء الله، ان شاء الله. اذا شكون اللي مسؤول في ذاك اللحظه، واش هو ولا هي؟ بيان سور هي. هي المسؤوله. اها. هو متى هي عندها، هي تقدر ديسيدي على راسها وتقدر تقول انا نخرج عريانه ما نخرجش عريانه. اصلا هبه ابوك واحد الممثله اللي المهم كتمثل في اسبانيا، وهي ديما كتلبس بحال هكا، دونك سي عادي. هو النهار الاول خادها بحال هكاك، عارف راسو شنو خاد، عارف راسو بمن تزوج، والحريه ديالته العراكين ما غاديش ندخلوا في راسو. فما غاديش انت اصلا ما غاتبقاش مثلا مرتك الواحد يدخل فيها. انا ما غندخل فيها، انا غندخل فيها بيناتكم، يعني غندخل بيناتكم. اذا كيف ديك اللحظه كان خصو هو يتدخل؟ لا نظريا انت هو كان خصو يتدخل في ديك القضيه ولا لا؟ كيف زعما تستري دخل ما خصوش يدخل؟ راه بيناتهم، انا ما نقدرش نهضر. انت واش عجباتك ديك القضيه؟ ما كيوصلش ما كيدخل ما بين المراه والراجل غير الشيطان، ما نكونوش شياطين. حنا سياطين الا دابا شنو تيبان لك انت في دخلتي بيناتهم؟ لا ما تدخلش صراحه. صافي اذا ما تعطلش راسك شيطان، انا كنقول على داك اللي كيدخلوا بيناتهم. هذوك اللي كيدخلوا، انت في النظريه ديالك واش عجباتك ديك اللقطه ولا ما عجباتكش؟ كانك مغربيه. كان مغربيه راه ما نقدرش نهضر عليهم، فهمتي؟ عجبتني ولا ما عجبتنيش؟ راه الا قلت ما عجبتنيش غادي نكون منافقه، لحقاش انايا ما محجباش، انايا ماشي شي وحده اللي فهمتي مطبقه بزاف د الحوايج. والله يهدينا كاملين، هادشي اللي غادي نقول. اذا انت فين تتشوف؟ انا ما تنشوفش. انا هو انا العكاز فين هو العكاز؟ لا لا تنشوف. لا تنشوف هكاك، وانت قلتي لي انا تنيقتك، فهمتي كيفاش؟ انا تنتيق. الموضوع الثاني؟ لا الموضوع الثاني كمل لنا. شنو تقدر تقول لحكيم من هذا المنبر؟ حكيمي ما نقدرش نوصل نهضر معاه اصلا، وصوتي ما غيوصلش ليه اصلا. ربما يوصل، باش عرفتي انت ما غيوصلش؟ ربما يوصل. السوشيال ميديا هادي راه ما كعرف، ما
ربما شي نهار ديرو حكيمي ملي كان صغير وكان في المغرب راه كان مزيان، ودابا ملي تحلوا ليه العينين على الاوروب راه صافي والو ما بقاش مزيان. شفت التصويره انا شفتها عرفتها. عرفتيه؟ عرفت التصويره اللي تهضر عليها. التصويره عرفتيها دابا. هذاك راه تشبهوه بليا هو ذا صاحبي. انت ما عندكش ما داكش واخويا اسرائيل راه بزاف اخويا.